يا مساء الخير عليك تاني يا كابتن خالد، ومستمرين معاكم هنا من مقر النادي الأهلي الرئيسي طبعا بالجزيرة. الأجواء أتمنى أن تكون كاميرا يعني عارضة من ورايا بعض الزحام طبعا أمام الشاشة الكبيرة هنا في قلب مقر النادي. وزي ما حضرتك نوهت، احنا معانا نجم النادي الأهلي السابق وحارس مرمى النادي الأهلي السابق كابتن هادي رفعت. يعني يمكن احنا طبعا كابتن هادي احنا بنرحب بيك معانا في شاشه قناه النادي الاهلي، والنهارده مباراه هامه، مباراه لا تقبل القسمه على اثنين. قول لنا بقى، يعني يمكن النهارده احنا حضرتك شايف طبعا الاجواء وشايف اهتمام الجماهير بمباراه الاهلي والزمالك في كره اليد، على الرغم طبعا احنا عارفين هي في طبعا كره قدم. يعني الاول اهلا بيكي واهلا بكل الساده اللي موجودين، كابتن خالد والضيوف اللي معاه. هي مباراة بطولة، يعني هي مباراة واحدة ببطولة، وبطولة مهمة جدا بتوصلك كأس عالم الأندية، أعلى يعني أعلى مكان ممكن توصله كلاعب نادي، يعني مش لعيب منتخب. فطبعا إن شاء الله يعني بنتمنى التوفيق يعني للفرقتين وبالأخص النادي الأهلي، يعني إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي تكون موفقة إن شاء الله النهاردة إن شاء الله. كابتن هادي، حضرتك طبعا كنت حارس مرمى وعارف كويس الأجواء اللي بتبقى يعني قبل مباراة بالصعوبة دي. لو عملنا يعني لو حبينا نقول كريم هنداوي والطيار الاثنين لو حطيناهم قصاد بعض، حضرتك شايفهم بشكل فني ازاي؟ والله بص هقول لك على حاجه، يمكن عايز كمان يعني الطيار وفي حميد وفي كمان طه، يعني الثلاثه يعني انا شايف اي واحد فيهم ممكن ان شاء الله لو موفق هيعمل افضليه كبيره لفرقه النادي الاهلي ان شاء الله. بص هم الاثنين يعني لو كده اتكلمنا على هنداوي وعصام الطيار، هم الاثنين حراس مرمى المنتخب دلوقتي، يمكن كانوا مستوى كبير جدا في كاس العالم وفي الاولمبيات اللي فاتت هم الاثنين. بس هو دلوقتي الهاندبول بقت الفرقه اللي جوانها بتصد هي اللي بتكسب يعني على طول، فاحنا ان شاء الله بنتمنى التوفيق للاثنين وان شاء الله تبقى الافضليه ان شاء الله لعصام الطيار النهارده ان شاء الله. بعيدا عن مركز حراسه المرمى، نقاط القوه والضعف، يعني خلينا نتكلم عن النادي الاهلي، شايف نقاط القوه للنادي الاهلي فين بالظبط؟ لا بص نقاط القوه في النادي الاهلي في كذا حته الحقيقه، في وجود المحترفين يمكن اسامه الجزيري ويمكن هرنانديز اللي هو الباك رايت اللي جه ده هتبقى نقاط قوه ان شاء الله للنادي الاهلي يعني يعتمد عليها بشكل كبير. متوسط الاعمار كمان اقل بكتير من اللي كان قبل كده، فده ممكن يدي افضليه كمان في كسرعه ملعب يعني والكلام ده. كمان انا شايف ان هو الفتره يعني البطوله دي جايه بعد بطوله افريقيا ابطال الكؤوس، فطبعا مدياهم دفعه كبيره، وغير ان البطوله انا شايف ان هو اعداد كان كويس جدا لماتش زي ده ان شاء الله، وربنا يوفق ان شاء الله. طيب نقاط القوه بقى عند نادي الزمالك؟ والله بص نقاط قوه عند نادي الزمالك هي الفكره ان هم العدد كان اكبر بالنسبه لاعداد لعيبه الزمالك في المنتخب، فهم بيلعبوا مع بعض فتره اطول، وبعدين ان المدرب المنتخب بتاع مصر هو اسباني في نفس المدرسه اللي موجوده المدرب الاسباني اللي موجود معاهم دلوقتي، فهو تقريبا نفس السيستم، فيمكن ما فيش اختلاف كبير في اسلوب اللعب، فده طبعا ممكن يدي افضليه اكتر ان كل الناس متعوده على نظام واحد ماشيين بيه بقالهم فتره. واللعيبه كمان طبعا وجود احمد الاحمر وجود يحيى الدارع طبعا في نقاط قوه يعني مهمه لازم النادي الاهلي يبقى عامل حسابه عليها، وطبعا اللعيبه الجديده اللي جت نادي الزمالك السنه دي كمودي وسيف الدارع وكريم هنداوي دول برضو ممكن تبقى من نقاط القوه المهمه جدا، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يعني يبقى لعب ضد الناس دي كتير، فان شاء الله يعني الدنيا تبقى يعني ما فيهاش خوف يعني ان شاء الله. اللاعب المصري بيفرق معاه شويه المدير الفني اذا كان محلي او اجنبي؟ والله بص هي بتفرق، المدير يعني المدير الفني يعني المحلي يعني بيبقى احسن شويه في فكره ان هو عارف سيكولوجيه اللعيب، عارف ازاي بيتعامل مع اللعيبه، عارف الكلام ده كله، لكن المدرب اللي بيجي من بره بيبقى هو جاي عنده سيستم معين بيبقى عايز ينفذه، فمش كل اللعيبه تقدر تنفذ نفس السيستم بتاع المدربين اللي بره، فيمكن لو انت قائمتك 18 واحد ممكن مثلا اللي يقدر ينفذ السيستم ده 11 او 12، لكن المدرب المحلي بيبقى فاهم اكتر حاجه زي كده، فبتبقى الناس كلها بيبقى قادر يجمعهم ويمشيهم على مستوى معين او على سيستم معين يعني، فربنا كريم ان شاء الله. طيب اخيرا يا كابتن، اليد او كره يد النادي الاهلي، هل احنا محطوطين في ضغط في الفتره الحاليه؟ والله بص هقول لك على حاجه، يعني هو ماتش زي ده يعني باجواء زي كده، انت ده اول ماتش تقريبا في الموسم، يعني كبدايه موسم دي حاجه، وبيوصلك كاس عالم انديه دي حاجه ثانيه، فطبعا اكيد عليهم ضغط، اكيد ربنا يكون في عونهم عليهم ضغط، بس انا شايف ان ده يعني كل اللعيبه اللي موجوده هي لعيبه دوليه مروا بضغوطات كبيره جدا، فاعتقد يعني ان موضوع الضغط ده مش هياثر بالسلب، يعني ان شاء الله يبقى حاجه ايجابيه لكل اللعيبه ان شاء الله. اشكرك جدا يا كابتن هادي. شكرا.
ده كان لقائنا طبعا مع كابتن هادي رفعت احد نجوم النادي الاهلي السابقين وحارس مرمى النادي الاهلي السابق هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره.